خلال اتصال لتهنئته على فوزه بانتخابات الرئاسة، الرئيس السيسي يبحث مع الرئيس التشادي سبل التعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة. جيش الاحتلال يقر المرحلة التالية من العمليات العسكرية على رفح الفلسطينية واجتماع لمجلس الحرب قبيل محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي. طائرة الرئيس الإيراني تهبط بمنطقة نائية عقب تعرضها لحادث، وفرق الإنقاذ تحاول العثور عليها. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، حيث وجه الرئيس السيسي التهنئة للرئيس التشادي على فوزه في الانتخابات الرئاسية. من جانبه ثمن الرئيس التشادي اللفتة الكريمة من الرئيس السيسي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين شددا على عزمهما المضي قدما في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعلنت الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقة المتميزة والوثيقة والتي تطورت وترسخت بشكل متنام خلال السنوات الأخيرة. كما تستهدف الزيارة التشاور وتنسيق المواقف حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة، مع التجديد في الوقت ذاته على أن سعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهداف وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية. وأوضحت مصادر محلية أن طائرات مروحية حربية أطلقت النار شرق المدينة بالتزامن مع غارة وسط مدينة رفح الفلسطينية وإطلاق قذائف من زوارق الاحتلال الحربية صوب ساحل بحر رفح. Thank you.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال لواء عسكري رابع للقتال في مدينة رفح الفلسطينية، ما يرفع عددها التي تعمل في غزة إلى 9 ألوية. هذا وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوف جالنت ورئيس الأركان هيرتي هاليفي ووافق على المرحلة الثانية من العملية العسكرية في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا لبحث العملية في رفح الفلسطينية ومواقف إسرائيل التي سيتم عرضها على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي من المقرر أن يصل إلى تل أبيب اليوم. هذا ومن المقرر أن يعقد سوليفان لقاءات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة الحرب في غزة والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين والأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين. ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن المتشددين في الحكومة الإسرائيلية يريدون أن يتم الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، غير أن الولايات المتحدة ودولا حليفة كبرى حذرت من الهجوم على المدينة. ويؤكد الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم البري على رفح الفلسطينية حاسم في حربه ضد حركة حماس، معتبرا أن المدينة هي آخر معقل للحركة. ضغوط متزايدة على جبهات متعددة يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الهجوم على رفح الفلسطينية. صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية ذكرت أن المتشددين في حكومته يريدون أن يتم الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، غير أن الولايات المتحدة ودولا حليفة كبرى حذرت من الهجوم على المدينة التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم قرابة 2.5 مليون نسمة، بينما فر منها ما يقارب 1 مليون معظمهم من النازحين جراء العملية العسكرية. الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن القيود الإسرائيلية والقتال العنيف في الحرب ضد القطاع تركت السكان في أجزاء من غزة يبحثون عن الأعشاب وعلف الحيوانات ويعيشون على نظام غذائي ضعيف من الخبز. في غضون ذلك، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه جرى إجلاء مئات الآلاف من رفح الفلسطينية منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في المدينة الواقعة بجنوب غزة في 6 مايو الجاري. مفوض الأونروا أكد أن الفلسطينيين يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحي، مضيفا أن بلدة المواصي الساحلية التي تبلغ مساحة 14 كيلومترا مربعا ومدينة دير البلح بوسط القطاع مكتظتان بالنازحين. ويؤكد الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم البري على رفح الفلسطينية حاسم في حربه ضد حركة حماس، معتبرا أن المدينة هي آخر معقل للحركة الفلسطينية. وقبل بدء العملية حذرت إسرائيل مئات الآلاف من سكان غزة الذين لجأوا إلى المدينة بوجوب مغادرتها، ووصفت عمليتها في رفح الفلسطينية الفلسطينية بأنها محدودة. استشهد 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع ضحايا الحرب منذ بدايتها إلى 35,456 شهيدا و 79,476 مصابا.
قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن الادعاء الإسرائيلي بأن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية هو ادعاء كاذب، وفي كل مرة تتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم. وأضاف لازاريني أنه لا توجد في غزة أي مناطق آمنة، مؤكدا أن نصف سكان غزة أصبحوا مجبرين على النزوح. وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة ضئيلة جدا، خاصة مع غلق معبري رفح وكرم أبو سالم. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن محاولة اغتيال وكالة الأونروا سياسيا فشلت، لكنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، شدد الصفدي على ضرورة استمرار الدعم لوكالة الأونروا حتى تستطيع القيام بدورها في دعم الفلسطينيين. وأشار الصفدي إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تلبي الحد الأدنى للاحتياجات الإنسانية للمواطنين، وأن كارثة الإنسانية تتفاقم في غزة، داعيا لوقف إطلاق النار وفتح كافة المعابر لإنفاذ المساعدات. وصفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليندي باندور ما يحدث في فلسطين بأنه فصل عنصري، مؤكدة أن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي حقيقة مماثلة أمام العالم بأسره. وشددت على أن بلادها ستمضي بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين. كانت جنوب إفريقيا قد اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، وطالبت المحكمة بإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع. شهدت مدينة القدس المحتلة مظاهرات نظمها إسرائيليون يطالبون بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة في ظل عدم إبرام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس. وقطع مئات المتظاهرين الإسرائيليين طرقا رئيسية عند مداخل القدس ومنعوا حركة المرور وشكلوا مجسما بالمركبات يشبه صندوق الانتخابات في إشارة للدعوة للانتخابات المبكرة، بينما حاولت الشرطة تفريقهم. علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على تقديم بيني جانتس العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية إنذارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قال إنه سيترك الحكومة ما لم تضع قريبا خطة لمستقبل الحرب في غزة. واعتبرت صحيفة أن إنذار جانتس كان بمثابة أحدث علامة على تزايد الضغط على نتنياهو لتطوير خطة ما بعد الحرب، إذ يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط متزايدة خارجيا من أقرب حلفاء إسرائيل وهي الولايات المتحدة ومن داخل حكومة الحرب الإسرائيلية لتوضيح استراتيجية التعامل مع غزة في ظل تزايد مشاعر الإحباط حيال نتنياهو. هذا ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يواف جالانت. ونسبت صحيفة دعوت أحرنوت إلى بن غفير قوله في مقابلة معها إن هناك مرشحين جيدين وسيكون لدى نتنياهو من يعينه. ودفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي عن إعادة احتلال قطاع غزة.
يوما بعد يوم يزداد الانشقاق في الداخل الإسرائيلي سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي. حكوميا طالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس. غانس أضاف في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من 6 نقاط بحلول 8 يونيو المقبل، وهدد في الوقت ذاته أنه في حالة عدم تلبية توقعاته فسوف يسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ التي يرأسها نتنياهو. في غضون ذلك دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزير الدفاع السابق وعضو حكومة الحرب بيني غانس إلى الاستقالة من حكومة الحرب التي تدير الحرب على قطاع غزة. لابيد قال إنه يتعين على غانس أن يعلن أنه لم يعد قادرا على تقديم يد العون لهذه الحكومة التي تتخلى عن المحتجزين في قطاع غزة وعن شمال إسرائيل وتسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى. من جهته دعا عضو الكنيست اليساري المعارض عوفر كيسيف الشباب الإسرائيلي إلى رفض الخدمة في الجيش وعدم المشاركة في عملياته في قطاع غزة. عضو الكنيست أضاف أن الحرب على قطاع غزة جريمة حرب، داعيا الشباب إلى عدم التضحية بأنفسهم من أجل من وصفهم بعصابة من المجرمين. شعبيا شهدت شوارع تل أبيب و50 موقعا آخر بالداخل المحتل تظاهرات حاشدة لمطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل فورية لإعادة المحتجزين في قطاع غزة. المتظاهرون طالبوا بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، متهمين رئيس حكومة الاحتلال بعرقلة التوصل لصفقة تبادل من أجل أهداف سياسية. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم جنوب قطاع غزة لليوم 13 على التوالي، ما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر. ومنذ 7 من شهر مايو الجاري احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع. المزيد من المتابعة مع الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من رفح. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها أمام المساعدات الإغاثية التي تدخل للأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. القصف مستمر في مدينة رفح الفلسطينية في شرق المدينة وغرب المدينة، العمليات البرية مستمرة، فصائل المقاومة الفلسطينية لا تتوقف عن يعني هذا الاشتباك المستمر ما بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. نسمع هذه الاشتباكات هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية، ولكن أمام هذه البوابة التي لم تغلق يعني أبوابها منذ اللحظة الأولى نرى يعني العديد من الشاحنات تصل لمئات وآلاف الشاحنات متوقفة في الأماكن اللوجستية أمام بوابة معبر رفح المصرية وأيضا في مدينة العريش وعلى جانبي الطرق. بالطبع هذه المساعدات الآن يعني تخطت 12 و13 يوما متوقفة أمام البوابة وفي الطرقات، مما يعرض هذه المساعدات بشكل أو بآخر للتلف لأنها مساعدات طبية ومساعدات غذائية وغيرها من المساعدات الإعشاء، جزء منها قد يتعرض للتلف بالطبع بسبب هذه سوء الأحوال الجوية أو زياد الحرارة في هذه الأماكن الحدودية. ولكن
هذا بسبب منع قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات من الناحية الفلسطينية. تدخل المساعدات من الناحية المصرية هنا من معبر رفح المصري أو كرم أبو سالم، وتمنع قوات الاحتلال دخولها من الناحية الأخرى منذ أن قامت باحتلال معبر رفح الفلسطيني. مصر حذرت أكثر من مرة من هذه التداعيات الخاصة بعدم دخول المساعدات الإغاثية، مما يؤجج ويصعد من ازدياد الكارثة الإنسانية بحق الأشقاء في قطاع غزة. وأيضا صعدت مصر بأكثر من طريقة. المرصد الأورومتوسطي الخاص بالأمم المتحدة تحدث عن نزوح أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني من رفح الفلسطينية منذ بداية العدوان على رفح الفلسطينية. أيضا تحدث عن يعني أكثر من 70% من المباني تم هدمها تقريبا أو تم يعني قصفها من جانب قوات الاحتلال، وهذا عن طريق المرصد الأورومتوسطي الخاص بالأمم المتحدة. كل هذا يؤجج ويصعد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وهذا لا يمنع ولا يوقف الجهود المصرية المختلفة للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار والتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى. ومعنا على الهاتف الآن السيدة إيناس حمدان المتحدثة باسم وكالة الأونروا. يعني اليوم كان هناك تصريح للمتحدث باسم الأونروا عن الحالة المدرية فيما يحدث في غزة، وعدم استطاعة وكالة الأونروا أن يعني القيام بمهام واحتياجات سكان القطاع. إلى أي مدى وصل الحال الآن؟ مساء الخير وتحياتي لك. بالتأكيد يعني الظروف صعبة للغاية وكارثية في معظم الأماكن في قطاع غزة. نحن نتحدث عن استمرار لموجات النزوح من مدينة رفح تحديدا، المناطق الشرقية وبعض المناطق الأخرى من مدينة رفح. آخر الإحصائيات تتحدث عن 800 ألف نازح حاولوا الفرار من هذه المدينة باتجاه أماكن أخرى يظنون أنها آمنة، مثلا خان يونس أو مناطق غربي خان يونس، منطقة المواصي ما يعرف بمنطقة المواصي، أو الأماكن الوسطى من قطاع غزة، وهي سواء المناطق الوسطى أو مناطق خان يونس وغربي خان يونس هي أماكن مكتظة جدا بالسكان. ونحن نتحدث أيضا عن محدودية كبيرة، محدودية في الموارد والإمدادات والمساعدات، كون المعابر معبري رفح وكرم أبو سالم مغلقان منذ أكثر من تقريبا 10 أيام، وبالتالي ما يدخل من مساعدات لا يكاد يكفي الحاجات الضرورية التي نتحدث عنها، أعدادها أعداد مهولة. يطلب منهم النزوح أكثر من مرة، وبالتالي تظهر مع هذه الرحلات الأخرى للنزوح احتياجات أساسية من غذاء ومن ماء ومن دواء. صحيح أننا لا نزال ندير منشآتنا أو ما تبقى من منشآتنا في مناطق الوسط والجنوب، مثلا ندير 6 مراكز صحية، ندير مراكز إيواء يحتمي بها قرابة 1 مليون نازح، ولكن المخزون سواء الغذائي أو مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية آخذ بالنفاذ. وما لم تفتح هذه المعابر بشكل منتظم ويسمح بتدفق المساعدات بدون قيود، نحن أمام كارثة فعلا حقيقية. نعم، يعني كما ذكر من قبل في تصريح أيضا للأونروا أن غزة لم يعد فيها أماكن آمنة، يعني تتحدثين عن أن النازحين ينتقلون من مكان إلى آخر، ولكن الآن يعني ليس هناك مكان آمن ممكن أن يذهبوا إليه. بالتأكيد هذه نقطة تضيف إلى المآسي التي نتحدث عنها. لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، وأكدت الأونروا مرارا وتكرارا على هذه النقطة، لا يوجد شخص آمن مع الأسف الشديد. يعني سمعنا عن أحد الزملاء كان منذ أيام في رفح وطلب منه النزوح مثل باقي السكان إلى مناطق الوسطى مثلا، ومع الأسف الشديد قتل في المنطقة الوسطى. يعني هذه الأماكن التي قيل أنها آمنة، الحقيقة المرة أنه لا يوجد مكان آمن. الحرب مستمرة منذ أشهر، الغارات عنيفة لا تطال أغلب الأماكن، يعني حتى أنه العاملين في المجال الإنساني طالهم هذا القصف. يعني تحدثنا
مسبقا عن مقتل 7 من عمال منظمة المطبخ المركزي. الأسبوع الماضي كان أيضا موظف آخر للأمم المتحدة قتل في يعني حوادث مشابهة. نحن في العمر وفقدنا حتى هذه اللحظة 189 موظف وموظفة كانوا معظمهم يقومون بالمهام الإنسانية. لا يوجد مكان آمن، لا يوجد شخص آمن مع الأسف الشديد في قطاع غزة. حتى أن منشآتنا تضررت بشكل كبير، يعني حسب الإحصائيات نحن نتحدث عن أكثر من 169 منشأة دمرت بشكل كامل أو جزئي. نعم، كان هناك حديث أيضا لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن محاولات إسرائيل المستمرة لاغتيال، كما قال في تعبيره، اغتيالا أونروا سياسيا. إلى أي مدى تتمسكون بالقيام بمهامكم في قطاع غزة؟ الأونروا بالتأكيد متمسكة بتقديم هذه المهام الإنسانية، هذه هي المهام الأساسية للأونروا كونها أكبر منظمة أمم متحدة تدير الاستجابة الإنسانية في غزة وفي باقي مناطق العمليات. يعني رغم التحديات، رغم التضييقات التي تمارس على مستوى الموظفين أو على ضرر المنشآت مثلا أو حتى على صعيد التمويل والحملات التي يتم إطلاقها من حين إلى آخر بخصوص الأونروا، يعني لا نزال موجودون في مناطق العمليات حتى في أصعب الظروف في قطاع غزة. في مدينة رفح لا نزال ندير باقي المنشآت ونحاول تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات، توزيع ما يمكن توزيعه من المساعدات. يعني بمعنى آخر الأونروا متمسكة بالمهمة الإنسانية المنوطة بها، هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية، هي بمثابة طوق النجاة للاجئين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة وفي باقي مناطق العمليات. نعم، إذا أردنا أن نضع المشاهد وأصحاب القرار في أكثر في الصورة، أي من الأشياء اللوجستية التي تعانون بشدة من نقصها؟ الإمدادات الإغاثية بشكل عام، استمرار إغلاق المنافذ البرية في الجنوب، الوقود مثلا. يعني ذكر آخر تقرير للأونروا بأنه في 11 من مايو مثلا دخل فقط 120 ألف لتر وقود، وهذه لا تكاد تكفي مطلقا لاستكمال العمليات التي نقوم بها. يعني نحن نحتاج الوقود لكل تقريبا العمليات التي نديرها، نحتاجها لإدارة مراكزنا الصحية، الإبقاء على مراكز الإيواء مفتوحة، نحتاج لمحطات التحلية، نقل الموظفين من مكان آخر أيضا نقل، والأهم من ذلك نقل المساعدات الإغاثية سواء من دواء أو ماء أو من غذاء من مكان إلى آخر. كل هذا لا يمكن القيام به بدون وجود يعني تدفق كافي للوقود الذي يدخل للأونر، والوقود عنصر أساسي ومهم. بدون الوقود لا نستطيع فعلا استكمال العمليات ببساطة، لا نستطيع تحريك المركبات أو حتى السيارات التابعة للأونر. نعم، السيدة إيناس حمدان المتحدثة باسم وكالة الأونروا كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن الغرض من الرصيف العائم هو إكمال عمل المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل قطاع غزة، وليس الغرض منه أن يحل محل أي من المعابر. وقال فرحان حق إن المنظمة وافقت على دعم استلام المساعدات وترتيب إفادها إلى غزة من الرصيف البحري الذي تم إنشاؤه على ساحل القطاع، مضيفا أن هذا جهد متعدد الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للفلسطينيين في القطاع عبر ممر بحري ذي طبيعة إنسانية بالكامل. وأوضح أن الإمدادات ستشمل سلعا إنسانية تبرعت بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية. تواصل فرق الإنقاذ والهلال الأحمر الإيراني محاولات العثور على طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي قالت وسائل إعلام رسمية إنها هبطت في منطقة جبلية نائية بمحافظة أذربيجان الشرقية عقب تعرضها لحادث.
بدوره أشار وزير الداخلية الإيراني إلى صعوبة عملية البحث بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية وعدم وجود أي معلومات عن صحة الرئيس ومرافقيه، ولم تصدر تصريحات رسمية حتى الآن عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له الطائرة، والتي كانت تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية وإمام جمعة تبريز. هذا وعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعا طارئا لبحث حادث المروحية. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. الكونغو الديمقراطية تحبط محاولة انقلاب تورط فيها مقاتلون مع عدد من الأشخاص يحملون جنسيات أجنبية. نجدد التحية. قال المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية سيلفان إيكينجي، قال إن القوات المسلحة حبطت محاولة انقلاب تورط فيها مقاتلون من الكونغو وعدد من الأشخاص الذين يحملون جنسيات أجنبية، وأضاف أن قوات الدفاع والأمن أنهت محاولة الانقلاب وتم السيطرة على الأوضاع. بحث المستشار النمساوي كارل نيهيمر مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تكثيف جهود مكافحة الهجرة غير القانونية والحد من تدفق اللاجئين. وأفاد بيان للمستشارية النمساوية بأن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى، حيث تعمل بريطانيا على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دولة ثالثة هي رواندا. وعلى الرغم من المقاومة لهذا التوجه من قبل قوى سياسية، فإن سوناك متمسك بالنهج البريطاني. تستضيف كوريا الجنوبية وفدا أمريكيا تمهيدا لبدء محادثات بشأن تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية في البلاد. وتتحمل سول جزئيا منذ عام 1991 تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والبالغ قوامها 28500 فرد. ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق الحالي المعروف باسم اتفاق التدابير الخاصة بنهاية عام 2025.
تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بإلغاء اللوائح التي أقرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، وذلك خلال خطاب مطول أمام الاتحاد الوطني للأسلحة. ولم يسلط الخطاب الذي ألقاه أمام الآلاف من أعضاء الاتحاد في منتدى القيادة السنوي للاتحاد في دالاس الضوء بشكل كبير على السياسة الجديدة، ويعارض الجمهوريون إلى حد كبير قوانين الأسلحة الأكثر صرامة، قائلين إن الحق في حمل السلاح منصوص عليه في التعديل الثاني للدستور الأمريكي. شهدت مناطق عدة في شمال أوروبا لا سيما ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا فيضانات من جراء أمطار غزيرة تسببت بأضرار كبيرة في البلاد، كما شهدت البلدان المجاورة لألمانيا فيضانات ضخمة وخاصة بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ. تأثيرات التغيرات المناخية وحالة الطقس السيء والمتقلب تضرب أوروبا من جديد. مناطق عدة في شمال أوروبا لا سيما ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا شهدت فيضانات من جراء أمطار غزيرة تسببت بأضرار قد تكون في بعض الأنحاء كبيرة. المستشار الألماني أولاف شولتز تفقد ولاية سارلاند الألمانية المحاذية لفرنسا ولوكسمبورغ، وهي الأكثر تضررا في البلاد من جراء سيول نجمت عن فيضان مجار مائية عدة إثر أمطار غزيرة هطلت الأيام الماضية، حيث لم تشهد هذه المنطقة فيضانات مماثلة منذ 30 عاما. في سارلاند ومناطق أخرى متضررة في جنوب غرب ألمانيا تم التعبئة نحو 850 من عناصر الإطفاء والحماية المدنية، يعاونهم آلاف المتطوعين لإزالة المخلفات من الطرق وسحب مياه الفيضانات. لا تزال ماثلة في ذاكرة الألمان مشاهد فيضانات مدمرة اجتاحت جنوب غرب البلاد في يوليو من عام 2021، لا سيما وادي نهر آر، وأسفرت عن مصرع 183 شخصا وخسائر بعشرات مليارات اليورو. أيضا البلدان المجاورة لألمانيا شهدت فيضانات لا سيما بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ، وشهدت ليج في شرق بلجيكا فيضانات، حيث أعلن حاكم المنطقة أنه تم تسجيل نحو 550 طلب تدخل وذلك في ليلة واحدة خصوصا لسحب المياه، علما بأن منسوب المياه يسجل تراجعا في كل أنحاء البلاد. وفي فرنسا شهدت منطقة موزيل شمال شرق البلاد المحاذية لولاية سارلاند الألمانية هطول أمطار غزيرة بما يعادل أكثر من شهر من الأمطار في أقل من 24 ساعة. هذا وتم التعبئة أكثر من 1000 من عناصر الإطفاء و642 آلية للاستجابة لحالة الطوارئ وفق أجهزة الدولة، في حين تشهد الأوضاع تحسنا وذلك وفق السلطات المحلية. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وأضاف رئيس المجلس أن مجلس النواب يدعم ويساند أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن. لا شك أن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة 18 من الدستور الحالي بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. إن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن
هو سعي محمود ندعمه ونسانده. قد نختلف في الوسائل والآليات، إلا أننا نتفق حتماً في الأهداف والغايات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤول البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المقدم من قبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية. من جانبه أكد المدير الإقليمي بالبنك الدولي أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على أقدم وساق، وأن هناك اهتماما كبيرا من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أسبوعي مع الوزراء والجهات المعنية والمسؤولين عن تنظيم مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل. وخلال اجتماع لمتابعة الاستعدادات لعقد المؤتمر، أكد مدبولي حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثلي القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة، لا سيما أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الرئيسي لعقد هذا المؤتمر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين لمتابعة ملفات عمل الهيئة. وشهد الاجتماع استعرض أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية وما حققته من أرباح تعكس الأنشطة والجهود التي تقوم بها بصورة مستمرة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للتطورات الإقليمية على إيرادات المواني التابعة للهيئة. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع سق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة للحوم وأقل سعر للسق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. We'll be right back.
الآن وقفة مع آخر أخبار المالي والأعمال وسارة نجيب. أهلا بك. شكرا سحر. شكرا دينا. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة. أهلا بكم. انطلقت أعمال قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني، وتستعرض القمة العديد من الموضوعات المهمة مثل الحوكمة في المجالات الرقمية وقوانين حماية البيانات الشخصية وسبل التعامل مع المتغيرات المتعلقة بالأمن السيبراني. الحقيقة المؤتمر يعكس دور مصر المحوري وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويؤكد أن مصر تسير بخطى وثيقة على مضمار بناء مصر الرقمية، وأن الكوادر المصرية محط أنظار كل دول الإقليم بل كل دول المنطقة. ما تقوم به الدول في هذا الأمر هو النظر إلى هذا الجانب من خمس جوانب رئيسية: إيجاد مؤسسة وطنية من الجانب التنظيمي تعنى بالأمن السيبراني، تعزيز القوانين والتشريعات لتكون مواكبة لهذه التحديات القادمة سيما التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والثورات الرقمية الأخرى، موضوع بناء القدرات الوطنية وتأهيلها لخوض غمار قطاع الأمن السيبراني مهم جدا للدول، بالإضافة إلى الوعي المعلوماتي لدى مختلف شرائح المجتمع، وأخيرا التعاون الإقليمي والدولي، ذلك أن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود ولن يتأتى لأي دولة أن تعمل بمعزلها. طلعنا على تجارب الدول وشاركنا التحديات. الأمن السيبراني هو مبني على الشراكات والتعاون، واليوم احنا حضورنا هنا ما هو إلا تأكيد لهذا الأمر. التعاون في تهديدات السيبرانية لا يقتصر على تعاون شراكات وتعاون توقيع مذكرات تفاهم، يقتصر أيضا ويزيد من ذلك على الحمد لله المنظومات والتمارين السيبرانية التي نقوم بها، أيضا يعتمد على التكنولوجيا وتحديث هذه التكنولوجيا الحديثة اللي اليوم فيها. فمع مصر أي نعم الحمد لله توجد شراكات كثيرة في هذه القطاعات كلها من الناس وتقوية القوى البشرية ورفع مكانتهم. احنا نعتبر من اكبر الشركات في العالم في قطاع الامن السيبراني. حك عارف طبعا التهديدات اللي جايه كلها والتهديدات اللي بتحصل في العالم كلها ليها دعوه بالاي تي وليها دعوه بالامن السيبراني، واهميه الامن السيبراني دلوقتي اللي هي داخله في كل مؤسسات الدوله، مؤسسه كبيره مؤسسه صغيره، كل القطاعات لازم تاخد حيطتها ويبقى عندها الامكانيات الكافيه لمجابهه اي مخاطر جايه عن طريق تهديدات خارجيه سيبرانيه. في اطار مشروع التخرج بتاعنا احنا بنتكلم عن الامن السيبراني او السايبر سيكيورتي. هو موضوع منتشر وشائع الفتره الاخيره قوي بسبب انتشار حوادث او جرائم الكترونيه وابتزاز الكتروني الفتره الاخيره، فدي كانت من ضمن فعاليات مشروعنا واختيارنا وسبب اختيارنا للفكره. انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين. يهدف المؤتمر لمشاركة الباحثين والأكاديميين مع الخبراء الاقتصاديين للتعامل بكفاءة وفاعلية مع المخاطر الاقتصادية من خلال وضع وتنفيذ بعض السياسات الاقتصادية التي يشارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ونخبة متميزة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلين عن الحكومة والمجتمع الدولي. لكن احنا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النهارده عندنا اكتر من اداه نقدر نوصل بيها للمجتمع البحثي. احنا عندنا مسابقات بتتم على مستوى محافظات الجمهوريه بشكل مستمر، عندنا النهارده لقاءات اطارات مؤسسيه في اطر مؤسسيه للاستماع الى الطلبه بشكل مستمر، عندنا ورش عمل، عندنا النهارده حاجه زي هذا المؤتمر العلمي، عندنا منصه حوار اللي يمكن النهارده هذه المنصه تم حصلت على العديد من الجوائز الدوليه لما تقوم به من استقبال لأفكار، ويوجد لجنة عليا مشكلة من كافة جهات الدولة بتستعرض هذه الأفكار وبترد على الناس فيها من خلال هذه المنصة الإلكترونية. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ده بيعتبر من أكبر مراكز الفكر في مصر وفي الوطن العربي، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي كلية مرموقة وهي كانت متفردة ولمدة طويلة في هذا التخصص.
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية طبعا بيطلق عليها ان هي در التاج جامعة القاهرة. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيها عدد كبير من الباحثين، أساتذة الجامعات، أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء والإدارة العامة والحوسبة الاجتماعية. يعني هي بتضم بين جنوباتها العديد من التخصصات. مؤتمر منعقد على مدار يومين النهاردة بإذن الله وغدا، وطبعا في نهاية المؤتمر هيكون عندنا يعني جلسة أساسية بنستخلص منها أهم النتائج لكل الجلسات التي عقدت في المؤتمر وورش العمل والحلقة النقاشية التي يشارك فيها يعني ممثلي الحكومة وأيضا القطاع الخاص المصري وأيضا المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لنتعرف أيضا على رؤيتهم الاقتصادية. أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، وبداية من اليوم تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج الشهادة إلكترونيا، على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير. استقبل وزير البترول طارق الملا رئيس شركة إيناب سي بترول التشيلية، حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها المستقبلية في مناطق عملياتها بالصحراء الغربية والشرقية. وخلال اللقاء أشاد الوزير برغبة الشركة في الاستحواذ على مناطق امتياز جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول. ويبلغ إجمالي استثمارات الشركة في مصر حتى الآن 581 مليون دولار، ويبلغ إجمالي إنتاجها الحالي حوالي 10,000 برميل يوميا. أكدت الحكومة أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل. وقال وزير العمل إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية وسياساتها المتجهة نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإلى أسواق المال، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات نحو 87 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.752 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13 مليار و300 مليون جنيه. وقفز مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة 4.49% ليصل إلى مستوى 27315 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 3.91% ليسجل 5886 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 4.59% ليصل إلى مستوى 8535 نقطة. وقعت الكويت عقودا تشتري بموجبها 500 ميجا وات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت وزارة الكهرباء الكويتية أن التعاقد يتضمن شراء 300 ميجا وات من سلطنة عمان و200 ميجا وات من قطر، مشيرة إلى أن التعاقد يمتد من أول يونيو وحتى 31 من أغسطس. We'll be right back.
انتهت جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى دينا وصحر. إليكم. شكرا لك سارة نجيب. تترقب جماهير الزمالك مواجهة فريقهم في 8 مساء ضد نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد أن انتهت مباراة الذهاب بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف. ويأمل الزمالك في تكرار سيناريو 2019 عندما توج بلقب الكونفدرالية على حساب نفس الفريق المغربي بركلات الترجيح. بحثاً عن التتويج القاري ببطولة كأس الكونفدرالية لإسعاد جماهيره الوفية، يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي متسلحاً بالعديد من عناصر القوة. أبرز هذه العناصر هي عامل الأرض والجمهور في ظل إقامة لقاء الإياب على استاد القاهرة الدولي معقل قطبي الكرة المصرية ونفاذ جميع تذاكر اللقاء المصيري الذي لا يقبل القسمة على سنين. وفضلا عن امتلاك القلعة البيضاء ترسانة من اللاعبين المميزين من ذوي الخبرة القارية الكبيرة، تصب نتيجة مباراة ذهاب النهائي التي انتهت لصالح نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل هدف في مصلحة الزمالك، خاصة أن فوز الأبيض في لقاء الإياب بهدف نظيف سيكون كافيا جدا لحصد اللقب أو حال فوزه بفارق هدفين فأكثر. مواجهة نهضة بركان ستكون فرصة أمام نادي الزمالك لتعزيز تاريخه وأرقامه المميزة أمام الأندية المغربية، حيث التقى الزمالك مع الأندية المغربية في 24 مباراة من قبل، حقق خلالها الفارس الأبيض 13 فوزا وخمسة تعادلات وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفا بينما استقبلت شباكه 20 هدفا. هذا ويبحث الزمالك عن استعادة التتويج بلقب الكونفدرالية والغائب منذ عام 2019 حينما فاز الفريق الأبيض باللقب لأول مرة في تاريخه وعلى حساب نهضة بركان المغربي بالتحديد. وبهذا الخبر الرياضي نصل إلى نهاية نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. خلال اتصال لتهنئته على فوزه بانتخابات الرئاسة، رئيس السيسي يبحث مع رئيس تشادي سبل التعامل مع التحديات الإقليمية والقاريات المختلفة. جيش الاحتلال يقر المرحلة التالية من العملية العسكرية على رفح الفلسطينية، واجتماع لمجلس الحرب قبيل محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي. طائرة الرئيس الإيرانية تتعرض لحدث بمنطقة نائية، وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات في العثور عليها بسبب سوء الأحوال الجوية. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء.